منتابع مشاهدينا فقرات صباح اليوم لنهار الاحد، وبنوصل لفقره اسمع مني مع دكتور عبد الله بزي، اخصائي بجراحه عامه والتجميل واستشاري بزراعه النانو وحقن الدهون، لنحكي عن البدائل الجراحيه لشد الجسم والتجاعيد باقل من ساعتين. صباح الخير دكتور عبد الله. صباح. كيفك؟ ماشي الحال؟ حلو التوبيك، يعني شد الجسم اقل من ساعتين. هيدي شو هيدي؟ يعني بتخيل هلا كله رح يصيروا عندك اليوم. يعني هيدي المفروض. فنحن اتجهنا، يعني بلشنا بالستبس انه شو الاجراءات اللي هلا بنشوفهم بالفيديو اللي بنعملها لنوصل لمرحله انه باقل من ساعتين قادرين نشد باي منطقه بدنا اياها بالجسم. كثار كمان دكتور عبد الله اليوم عم يعني يبتعدوا شوي عن الجراحه التجميليه، عم بخافوا منها انه يفوتوا بعمليه كبيره. اوقات كثير مثلا في ناس بيكونوا بحاجه لعمليه بسيطه كرمال يتخلصوا من شيء مترهل بالجسم بمحل محل معين. خبرنا هي شو هي تحديدا تقنية شد الجسم؟ هي عدة مراحل. نحن شد الجسم أكيد في شيء لشد الوجه، في شد الجسم منطقة البطن، في منطقة السفلية، ونحن كل عم نعمل انه عم نجنب دخول المستشفى، انه شغلات اللي قادرين نعملها بالكلينيك واللي تعطي نتائج مشابهة لدخول المستشفيات. فبداية فينا الشغلات اللي أكثر إثارة وجدل كانت بهالمواضيع هذه هي اللي كنا حكينا عنه سابقا، هي موضوع البوتوكس بالمعدة، لأنه أخذ كتير حيز كبير من الجدل اللي بنعرفه. ستابس دكتور بزي، يعني أكيد اليوم بتبلش عادة بس تجي لعندك المريضة بنبلش بالبوتوكس بالمعدة اللي بتخلي، هون كنا عم نحكي عن وقف الشهية صح؟ بالضبط، هي بديل عن السليف تقريبا، عن أنه ضعف ل 3 إلى 5 كيلو بالأسبوع يتبع أكيد حيصير بعدها شوي ترهل. وفينا نشوف نبلش بداية منشوف الفيديو، إذا فينا نشوف أول فيديو وبنشوف ستيبس اللي قادرين من خلالها نعمل شد لل يلا خلينا لكينا نحن والمشاهدين نشوف أول فيديو. الفيديو الأول هيدا مش الفيديو الأول أنه هذه كمان إذا فينا نخليها، هذه عبارة عن شد المنطقة السفلية الانر تاي تبع اللي أكثر شيء عرضة للترهل عند السيدة. اوكي. فهيدي اوبر حقن كولاجين بكمية معينة أكيد، فبتأدي بعد فترة بسيطة لشد الترهلات الموجودة بهي المنطقة. سهولة اللي عم نشوفهم اوبر كولاجين صغيرة بنحقنها جوات المنطقة، بنحطها بالمنطقة الانر تاي لفترة بسيطة، هي دغري بنشيلها بس أكيد في خيوط جواتها بتبقى، فبعد فترة بشد المنطقة لأنه هذه أكثر عرضة للترهل هي منطقة الانر تاي لأنه الجلد الرقيق فيها، فقادرين نشدها بفترة وجيزة بدون الخضوع لعملية شق وجراحة. اوكي، وهون في وجع بيكون دكتور بس أكيد؟ أو لا بس نهائيا، ما التخدير موضعي بنحط، ما بتحس المريضة بشيء أبدا، حتى وقت ما عم ندخل الأبر ما عندها أي احساس بالوجع. وقد ايه بتضاين الفتره؟ يعني كل قد ايه؟ سنتين تقريبا. بحدود سنتين. اوكي، وهون بنكون عم نحكي دكتور بزي عن كميه معينه من الترهل، يعني ما بيكون عندنا كميه كبيره صح؟ بيكون في نوع شوي من، حتى اذا كانت كبيره قادرين بعد اجراء الخيوط جلسات معينه بحقن كولاجين سوليوشن بنحقنه مع الفيرمينج للشد الجلد، مع هاي التقنية قادرين نوصل لمستوى 80 إلى 90% تقريبا شو ما كان ترهل. واو. بحد ذاته حلو، يعني هون عم نحكي عن بديل للجراحة بطريقة كتير سهلة وبتضاين لفترة كمان طويلة. هذا الهدف انه احنا ندخل بدائل الجراحية، يعني نكون عارفين. خلينا دكتور بزي نحضر تاني فيديو كمان. اوكي، هون شو عم هذه؟ هون شد البطن بالخيوط بالثريدز، بس يصير عندنا شوية ترهل بالبطن قادرين بالثريدز نشدها. اوكي، هون كمان لكن عم نحكي عن الخيوط يلي بتنوضع جوات البطن. وقد ايه ممكن تشد دكتور؟ بحدود 60 إلى 70% قادرين نوصل لشد البطن. اكيد. واو. هون عم نحكي عن الخيوط مختلفة طبعا على اللي بتنحط بالوجه، بتكون اسمك. أكيد. طبعا اسمك وطريقة وضعها بتكون مختلفة، والخيط بيكون يعني اللي هي تميز ببناء الكولاجين فيها. بناء الكولاجين بيكون اسرع بهي الخيوط تبعت البطن، فبالتالي كمان بتكون اسمك، بتكون شدة شوي اصعب
بس نتيجتها ما تكون كتير مضمونه. وفي ينحط عدد حسب اكيد حسب الترهل، في نوصل لحد العشر خيوط تقريبا بالبطن، نحط حسب الترهل الموجود ان كان بالبطن ولا بالثدي، ولا قادرين حتى بالثدي اذا بدنا نرفع كمان نفس الموضوع. حلو، خلينا كمان دكتور بزي اول فيديو كان نشوف فيديو هيدا هو هاي الفيديو تبع اللي حكينا عم نحكي عنه بالبوتوكس المعدة اللي في كتير يعني ما استوعبوا كيف الموضوع لانه جديد بعده عليهم، فببروسيجر صغيره مثل ما عم نشوف هلا انه قادرين نحن بخمس دقائق تقريبا انه نحقن البوتوكس مع الليبوليتيك سوليوشن. اوكي، فهي البروسيجر قادرين انه بعد اسبوع 10 ايام نوصل لضعف 3 ل 5 كيلو بالاسبوع تقريبا. هون حسب الوزن دكتور بس حسب الوزن بتعطي كم ابره؟ بالضبط حسب الوزن بنحدد الوزن قد ايه كميه البوتوكس اللي بنعطيها، قد ايه كميه تدويب الدهون اللي بدنا تكون موجوده مع الابره، وبيتم حقنا بشكل كثير بسيط. اوكي، وبعد قد ايه ببلشوا يحسوا بانه انقطعت الشهيه؟ شي 10 ايام بتبلش العوار، بتستمر لفتره خمس اشهر او ست اشهر. بس الحلو انه احنا قادرين ريفرسيبل، يعني قادرين بس يجي لعنا قلنا خلص انا ما عادش بدي اضعف، قادرين نلغي البروسيجر كله. كيف؟ بأبر معينه بنعطيها بتوقف عمل البوتوكس. اوكي، فما في اي خوف منها ولا في اي ريسك بالموضوع. اذا يعني شخص عملها وحس انه يمكن اثرت على صحته او بطل بده يضعف، بطل بده يضعف مباشره، يعني بنحقن مواد تلغي مفعول البوتوكس مباشرة فيها. حلو، يعني بتخيل هيدا أسهل طريقة اليوم بالزبط للشخص إذا بده يفقد وزن مثلا بكيلويات كتير، يعني بيقدر يعمل هيدا الإبرة، ولأنه ضاين 4-5 أشهر يعني أحلى ما يخد حبوب لمنع الشهية. صحيح، وفي كتير على فكرة بهالموضوع أنه عم يحكوني أنه صغار بالعمر 12-13 سنة قادرين نعملها، أنه منفضل نحن لبعد 16 سنة إذا ما نبلش فيها، يعني أفضل إنه صغار قادرين شوي نضبطهم بالأكل وهيك، فيفضل ما نلجأ للبوتوكس بهالعمر الصغير. صحيح، بعد شي فيديو رح نشوفه كمان دكتور بزي. هذه الطريقة الثانية تبعت الشد أو التشوهات، هذا حرق، يعني منطقة الحروق اللي كنا حكينا عنها مرة الماضية بالديرما فليكسر قادرين نشد الجلد بهي الطريقة كمان بشكل كتير وقت قليل وكتير بدون ألم، يعني منطقة الجفون الجفن وتحت العين منطقة كتير حساسة، في كتير ما بدهم يعملوا العملية الجفن بس يكون الجفن نازل وكتير عندهم بيعانوا منها، فقادرين بهذا الشكل أنه يعني اللي قبله اللي بعد خلينا اللي قبله الصورة اللي قبله يعني كنا عم نشوف فيها التشققات. هاي التشققات كمان بالديرما بلكسر قادرين وصلنا لنتيجة أنه قادرين حوالي 80% نخليهم نضبن على بعض. نحكي عنهم الأسبوع الفائت. مزبوط. قدي بتخف المسافة بيناتهم. صحيح. هون كمان طريقة شد الوجه عن طريقة الفات ترانسفير، إنه قادرين بطريقة الدهن كمان ما نلجأ لعملية شد، أحيانا بيكون في ترهل، مجرد ما عبينا فات من نفس الجسم عبينا بالبشرة قادرين نرفع ونجدد الكولاجين لنرجع الوجه لمكان سابقا بدون اللجوء لعملية شد، واللي هي أفضل طريقة يمكن دكتور حاليا. صحيح، وأسلم طريقة، هي سيف أنه من نفس الجسم قادر أنا أرجع الكولاجين للبشرة وقادر أنه أعطي فوليوم للوجه مثل ما كان قبل بعمر أصغر. وقد ايه بتضاين هون عم نحكي كمان هون إذا الفات عاش بتضاين بحدود 15 سنة 10-15 يعني كأنه مرة واحدة بتنعمل. بالضبط، هي طريقة شد الجبين بالخيوط، إذا بدناش نلجأ للبوتوكس قادرين بالثريدز إنه كمان نشد بالقدر اللي إحنا بدنا إياه، إنه قادرين بالجبين نحط بحدود 8 خيوط تقريبا بشكل مثل ما شايفين، ونشد الجبهة بدون اللجوء لبوتوكس أو لحتى عمل جراحي اللي كان بالأساس نعمل قص لنشد الجبين. وهيدا بتغني كليا عن البوتوكس. أكيد أكيد. أوكي. وهي نفسها اللي بتنعمل فيها شيبس أوقات للعيون، مش هيك اللي شخص الكات آيز. صحيح، فيها نعمل نفس الشيء نشد العيون بطريقة الكات آيز. وهون دكتور بزي مثل الجسم يعني بتضاين سنتين. بالضبط، سنتين لثلاث سنين أحيان بتضاين، في الخيوط اللي بتضاين لخمس سنين هي الخيوط الذهبية بس منها موجودة.
يعني انقطعت من فتره لانه هي البيور 24 ايراد فما عاد في منها يعني، لانه اول شيء لسعرها وما عاد صنعت. في كثير عالم دكتور بزه بيعتلوا هم شوي الخيوط، او في ناس بيقولوا انه اوقات كثير محل الخيط ممكن يترك اثر يبين. صحيح هذه بتلجا لعدم الخبره باللي عم يحط الخيط، انه ما بنحطه سطحي لانه اكيد الخيط بس بينحط سطحي بده يبين، والثريتس انه مجرد ما دخل بالجلد ما عاد فيك تشيليه، بده يدوب. صح هو بدوب ما عاد فيك تشيليه اذا انحط بشكل غلط. ايه اكيد. فبده تالي بده يكون في خبره بطريقه وضع الثريتس لحتى ما يبين تحت الجلد. اكيد هو بيدوب له فتره وبيدوب، بس الكولاجين اللي بينبنى هو اللي بشد وبيضاين هالفتره. اوكي بعد عم نشوف صور دكتور بزي هون كمان على الخيطان، كمان الخيوط مع الفات ترانسفير، انه قادرين نغير الوجه بشكل كامل من ضعف وترهل ل الفات ترانسفير بلس الثريدز لنرجع البشره لفتره اصغر بكثير يعني. والخيطان هل ممكن يغنوا عن الفيس ليفت؟ يعني هل قد هن او لا في محل كمان يعني كميه معينه من التجاعيد اللي لازم تكون موجوده، ما فينا نكون في تجاعيد كثير ونقدر نشدهم بالخيط او بلا؟ قادرين بشكل كامل نستغنى عن الفيس ليفت الا بمراحل 70 وطلوع مثلا اذا بدنا نحكي بالعمر، بس اصغر من هيك قادرين بالثريدز بالديرما بلكسر بالفات ترانسفير قادرين نرجع البشره مثل ما كانت قبل زمن. أكيد. دكتور عبد الله بزه انا بدي اتشكر وجودك معنا، ودائما هيك التقنيات اللي بتعتمدها هي تقنيات كثير حديثه وبتنشغل بشكل كثير حلو من دون اي جراحه. شكرا لك دكتور عبد الله بزه.